في شهر رمضان، هذا الشهر الذي تختلف طقوسه وعاداته من بلد عربي وإسلامي إلى آخر. في مدينة المكلا اليمنية أحب طلال بحيدرة أن يشاركنا باحتفالات الأطفال في هذا الشهر الكريم، هذه الفئة المنسية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محدثكم طلال أحمد بحيدرة، سأتحدث في هذه الحلقة عن بهجة الأطفال خلال شهر رمضان المبارك. وهذا الذي ترونه خلفنا هو أحد بهجات الأطفال التي تدام خلال هذا الشهر، وتابعوا معنا هذا التقرير التالي. المكلا مدينة لا تخلو من العادات والتقاليد والتراث الشعبي، وفي شهر رمضان لا بد أن ترى للأطفال بصمة خاصة على نطاق واسع خلال الشهر المبارك. فعند سماع أغاني الشهر الفضيل قل أن تجد أغنية ليس بها أطفال. وامر قلوبنا بمحبتك، ويقبل التائبين، ويرحم المذنبين، ويقبل التائبين. اهلا وسهلا بشهر النور والانوار. بهجة الاطفال خلال شهر رمضان لا توصف، فمنذ البداية وفي اول يوم من رمضان يبدأ الأطفال بجمع الأحجار التي تعرف بالحصلة من ساحل البحر، وهذه الأحجار يبتلعها البحر في أيام الخريف. وفي بعض الأحيان يصادف الشهر المبارك وقت الخريف، فيتم جمع الأحجار من الأودية وبطون السيول، ويبدأ الأطفال بافتراشها أمام البيوت على شكل مستطيل تحدها الأحجار الكبيرة من الجوانب، ويكون هناك موضع صغير يشكل بأصداف البحر توضع عليه بعض الأكلات والمشروبات، وتنطلق في بداية المساء، حيث يأتي الأطفال من بعض البيوت وهم يلبسون الثياب الجديدة للجلوس فيها وبدء الغناء بعادة تسمى الصيامة. وتعود هذه العادة منذ عهد السلطنة الكسادية في الزمان الماضي. لمساء رمضان العديد من البهجة الطفولية، حيث يأخذ الآباء أبناءهم للتنزه في البحر أو المتنزهات المختلفة حتى بداية ما يعرف بالختومات في الثامن من شهر رمضان. تكون للأطفال بهجة مختلفة، فيتجمع أطفال الحارة وأطفال أقربائهم، ويلبس بعض الأطفال الملابس التراثية الحضرمية، ثم يذهب الأطفال لشراء الألعاب من البساط التي تفترج ساحات المسجد الذي يقام به الختم في تلك الليلة الرمضانية. فكرة الختومات وما تحمله من هزيج وفرح وألعاب هي كلها حاليا شيء يفرح الأطفال ويسعدهم، وعادة طيبة بالنسبة للأطفال وشيء جميل جدا. ربنا مريم ما تجبش لبس حيولش تحلي